السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ ليلى. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عبارة عن حريشات بالياغورت والكوك. كتجي لذيذة بزاف وطريقة جد سهلة، كيصلحوا كوجبة للكوتي او كوجبة للاطفال يديهم معهم المدرسة. كنتمنى هاد الوصفة تنال اعجابكم، ما تنسوش تشاركوا في القناة وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد، ونخليكم مع الوصفة. غادي نبداو بالمكونات اللي غادي نحتاج فيهم: جوج ديال البيضات، ياغورت بنكهة الفاني، غادي نعبر بكاس ديال الانبا. عندي كاس الانبا ديال الكوك اللي هو جوز الهند، كاس الانبا ديال الزيت، وكاس الانبا ديال سكر سنيدة، ثلاثة الكيسان ديال الانبا ديال السميدة الرائعة، فاني، وجوج صاشيات ديال خميرة الحلوى. صافي. وغادي نحتاج كذلك ابسط ديال الملحة. غادي ناخذ الاناء اللي غادي نخدم فيه، غادي نهرس فيه جوج ديال البيضات، غادي نزيد عليهم ابسط ديال الملحه، فاني، ممكن ديروا قشور ديال الحامض او الليمون، غادي نزيد سكر سنيده، كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الزيت. غادي نخلط كلشي مزيان، غادي نزيد ياغورت بنكهة الفاني، ممكن تعوضوا الياغورت بكاس ديال الحليب. صافي. دابا غادي نضيف الكوك، كاس ديال الكوك، غادي نضيف جوج خمارات، وثلاثة الكيسان ديال السميدة الرائعة. نخلط شوية، دابا غادي نضيف السميدة الرائعة، صافي. دابا غادي نخليها على جنب على ما ينشف لينا الخليط، يعني ما يبقاش بحال هكا، ممكن لينا اننا نكوروه ونرجع معكم من بعد. دابا تقريبا خليتها واحد 5 دقائق ترتاح، كيف كتشوفوا معايا ما بقاتش جاريه كيف كانت. هنا خديت الطبسيل درت فيه الكوك، غادي ناخذ كميه من العجينه، غادي نديرها في الكوك، كتكون جارية هي، يعني تتلصق في الإيدين شوية. غادي نقعدها، شكل دائري. غادي ناخد لاطا، اما مسرحين فيها ورق الزبدة او داهنينها بالزيت. غادي نحط الحرشة ديالنا وتكون متباعدة على بعضياتهم. نعاود معكم وحدة اخرى، غادي نحطها في اللاطة،
كيف شفتوا معايا هنا درتهم بعدين على بعضياتهم. صافي غادي نكمل العجينه ديالي كلها بنفس الطريقه ونرجع معكم بعد ما نكمل. صافي دابا من بعد ما عمرت اللاطه الفران درتو سخون من قبل درجه الحراره 180 درجه، شعلت عليه في الاول من الفوق حتى غادي يتشقوا ليا هاد الحرشات يتشقوا من الفوق، وعاد غادي نطفي الفوق ونشعل التحت باش يطيبوا ويتحمروا ونرجع معكم من بعد ما هادو هما الحريشات ديالنا من بعد ما طابوا. كيف كتشوفوا شعلت عليهم غير من الفوق في الاول حتى تشقوا لينا، غادي نوريكم. ومن بعد طفيت الفوق شعلت لتحت باش يطيب لنا الحرشه مزيان، وطفيت عاوتاني لتحت وشعلت الفوق باش يتحمر الوجه ديالها. صافي وخرجتها. كيف كتشوفوا معايا كيجيو ولدات بزاف، وحتى الطريقه ديالهم جد بسيطه. كنتمنى وصفتنا ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنساوش تشاركوا في القناه وكذلك الضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد، ونطلعوا ان شاء الله في وصفه جديده.